ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه، وان شاء الله رمضان كريم على الامه الاسلاميه، وان شاء الله رمضان الجاي بتكون الله فرج علينا وعلى جميع خلقه يا رب. والله بالنسبه للاسعار الحمد لله نزلت شوي يعني، وان شاء الله بنتمنى نحن انه تنزل اكثر من هيك، يعني اسعار كثير عاليه وشغل شوي دائر. نحن بدأنا أول أيام رمضان، إن شاء الله نبارك للإخوة في رمضان، ومثل ما شايفين اليوم إقبال على بس ولكن إقبال على الشراء، ولكن في بطالة كثير والله سبحان الله، وما في معيشة كثير صعبة على هالشعب، يعني سبحان الله كل المرة ما في جيوب فضي.